برشلونة مدينة إسبانية تقع في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة إيبيريا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، عاصمة منطقة كاتالونيا. يبلغ عدد سكانها تقريباً 1,700,000 نسمة، وتشهد حركية سياحية وثقافية متميزة على طول العام. قمنا بزيارة خاصة لبرشلونة، حضرنا فيها دورة 21 لاحتفالية الموضة 080 ثيروتشانتا برشلونة فاشن، وكبنا الحدث اللي كرم المصمم الراحل التونسي عز الدين عليا. زرنا زيدا حفيدة أعرق ماركة أحذية يدوية منذ 90 سنة، السيدة كريستينا كاستانيير، اللي حكيت لنا على سكسس ستوري متاع العائلة. وفي أون لا تيستي بور فو، جربنا الحمام اللي يتعمل من بذور العنب وشنية خاصيته. عملنا دورة زيدا في الأسواق العتيقة وحوينة الفينتيج. وختمنا جولتنا عند آخر محل للعطور التقليدية اليدوية في برشلونة. مستشفى سان باو يقع في حي الجيناردو ببرشلونة، وهو مجمع تبنى بين سنة 1901 و 1930 من تصميم المهندس المعماري الكتالوني لويس دومينيك مونتانير. المستشفى هذا مدرج ضمن قائمة التراث العالمي للإنسانية من طرف اليونسكو. المستشفى هذا كان مجمع صحي حتى سنة 2009، ومن ثم ولا متحف ومركز ثقافي رائد ومعلم من معالم برشلونة، يطلق عليه قلعة الحجر نسبة إلى وجهته الحجرية المنحوتة. ويحتضن مهرجان الموضة 080 ثيروتشانتا برشلونة فاشن. السنة دورة 21، دورة تمتد على 5 أيام ويشاركوا فيها مصممين إسبانيين. دورة زيدا اختار المشرفين عليها إنهم يكرموا المصمم التونسي الراحل عز الدين عليا. تحضيرات لسفر 80 تبدأ من المكتب الاتصالي XXL اللي حاضر كل يوم البرنامج الدقيق للدورة. الماركات الإسبانية عرفت كيفاش تواكب احتياجات الموضة الجديدة، تصميمات أكثر شبابية وحداثة وبأسعار في المتناول. الإسبان واللو منافسين متميزين وشرسين في عالم الموضة مقارنة بالموضة الإيطالية والفرنسية. Penso que un sueño parecido no volverá más. صباحنا نحن يبدأ 8 لتصوير هذا الكل. فيها لديزاينور، لبراند، الباكستيج والفوتوكول. كل يوم من 10 متاع الصباح تبدأ وتستمر حتى أولى ساعات المساء. يتعدوا فيها يوميا بين 4 و5 عروض أزياء.
من العروض اللي امتازت بجرأة وفاشن في اختيار الأقمشة المصممة إلينا أستون، واحدة من المصممات اللي عندها ستيل خاص بها، تعتبر إنها اختارته للمرأة المتمردة على العادات والتقاليد والمختلفة اللي تحب تعمل قطيعة مع نواميس المجتمع. Pues considero que mi estilo es para una mujer muy transgresora, para una mujer diferente, que le gusta romper con las reglas de la sociedad y le gusta pisar fuerte. Porque he mezclado la cota de malla, que es nuestro material principal, está hecho a mano y es como la joya que se convierte en la parte principal de la prenda. Y mezclado con la piel de pescado, que estamos utilizando un pescado del Amazonas, que se llama la arapaima, crea una combinación perfecta con la seda. Todo esto con la piel y con felpa o con seda. قول إلينا، عملت خليط بين الكوفر ماي اللي استعملته والمواد المصنوعة باليد، والكوليكسيون بتاعي مزجت فيها قشرة الحوت النادرة اللي هي نوع خاص من الحوت موجود في الأمازونية. وتقول إلينا أستون إنها لما تحصلت على الجائزة الأولى عطاها هذا حافز باش تبتكر أكثر وتحاول تنسق بين أنواع مختلفة من الأقمشة والحرير والجواهر وقشرة الحوت في تصاميمها، وتضم أيضاً للعرض التصاميم الرجالية. Pues que es más complicado en el segundo desfile una vez te han dado un premio, es como un reto personal superar el anterior desfile. También he tenido ganas de volver a innovar y ya empecé innovando con las joyas y para mí este desfile me ha supuesto todavía avanzar más, innovar con la piel de pescado, mezclarla con las joyas, a la vez con la seda. Ha sido un reto personal, incluso incluir una colección de hombre que puede ser unisex o andrógeno. He escogido 16 modelos y van saliendo en cuatro bloques diferentes para poder explicar un poco los cuatro tipos de mujer que hay. Salen dos veces cada una y llevan dos estilos diferentes cada una. Yo vengo del mundo de la publicidad, entonces siempre me gusta explicar el tipo de mujer a la sociedad que representa cada estilo de la marca. واحد من أهم الماركات الإسبانية، 38 سنة نجاح وحضور قوي وتواجد مهم في الساحة. Nous aimons beaucoup de mélanger les extrêmes, non? Les plus artisanales manières de travailler avec les matières plus technologiques et les fibres des dernières générations. Nous avons commencé avec ces métiers. Et on a commencé parce qu'on a vu qu'il y a une possibilité d'ajouter les couleurs dans la mode. Il fait 37 ans, la mode il n'était pas colorée, il était très monotone, très ennuyé.
et on a trouvé une opportunité et on a été très fidèle à ce concept qu'il était. Le mélange des couleurs avec des matières et avec le monde graphique. كوستو فرح بينا برش، هو اللي جاي لتونس بعد أحداث 14 جانفي وشارك في الفاشن ويك. يقول une expérience magnifique parce que les gens sont magnifiques. On a parcouru le pays et on avait l'expérience de faire le défilé dans cette cathédrale. Et après, on nous a amusé très bien parce que la soirée et la nuit, c'est une chose est très intense à utiliser. You breathe out, one word of madness. We are so deeply going high. شكل رحيل المصمم التونسي عز الدين عليا خسارة كبيرة في عالم الموضة والأزياء. أكثر من 6 عقود من الزمن ارتدوا فيها ملابسه أهم الشخصيات والمشاهير، من الملكة رانيا وميشيل أوباما ومادونا وجانيت جاكسون، ومنهم تو ناومي كامبل وغيرهم. اليوم اختاروا المشرفين على الدورة هذية تكريمه. حرصت شخصياً باش نكون لابسة تونسي من البرنوس إلى الفستان اللي لبسته في العرض الأخير، عرض أزياء عز الدين عليا. صممته الغنجة بعناية كبيرة روسي دي بالما وبلانكا لي اللي هما زوز صاحباته الحميميات، بدا عليهم التأثر وقت اللي حكاو عليه وبكاو قبل العرض مباشرة. chose de très émouvant hein, et quand on fait quelque chose pour quelqu'un qui n'est plus parmi nous, mais en même temps je pense que c'est joyeux aussi parce que c'est une célébration de son œuvre et de tout ce qu'il a fait, donc je pense que même si on est triste c'est quand même joyeux. Il y a tellement de souvenirs avec Acetine et maintenant en plus j'ai eu à faire une espéologie de ma mémoire avec lui. Parce que je suis quelqu'un qui vit bien les pressions, mais parfois je ne mémorise pas trop les choses. Et maintenant, j'ai fait un travail de spéologie pour sortir de l'ombre tous les moments un peu oubliés que j'ai vécu avec lui. Il y a beaucoup de moments que je me rappelle, mais des autres qui sont un peu. C'est 30 ans d'amitié. Alors. بلانكا لي صمت رقصة أوماج لي ولبست فستان من فساتينو. Ce soir je voulais danser pour lui parce que lui voulait toujours que je danse et il m'a inspiré beaucoup. Il m'a inspiré beaucoup parce que quand je suis dans ses robes, c'est comme si c'était plus moi, c'est la robe qui m'amène, qui me fait danser. Et il a quelque chose dans ses robes, la manière comment ça bouge. Qui inspire beaucoup les mouvements parce qu'il y a un poids, il y a une sensation vraiment des mouvements qui t'amène vers le mouvement. Donc, et à chaque fois que je mettais les robes de Az Din, je voulais danser. العرض تكون من 7 فساتين من أجمل فساتينو جاو خصيصا من باريس، وشهد هذا العرض حضور كبير وإيموسيون عالية.
المشي في بعض الأزقة في المدينة العتيقة في برشلونة يذكرك بالتاريخ الغني اللي يحكي على العراق، العراقة اللي موجودة في التطريزات اليدوية والتراث والحاجات اللي ما تنشم تلقاهم كان في التريكن هذا. في الموضة فما رجوع كبير للفنتيج ولليبوتيك فنتيج اللي تعملوا بشغف كبير، وهو عبارة عن أماكن تتلم فيها مجموعة من الأشياء النادرة اللي ما عادش موجودة، سواء لكبار المصممين أو لأشخاص، من كتب وفساتين وديزوبجي. وليوا العباد يلوجوا على القطعة الفريدة من لوح، وليت القطعة هذه ثمينة على خطر ترجع لسنوات بعيدة بين الثلاثينات والسبعينات. لويس كاستانيغ هو صاحب ماركة كاستانيغ للأحذية منذ 90 عام، ورثها عليه ابنه لورانثو وطورها مع زوجته إيزابيل حتى ولات ريفيرانس في إسبانيا. لي شوسيغ إسبادري أو البرغاثة هو عبارة عن حذاء مريح ومثالي وخفيف الوزن، وصمم بشكل أنيق وعنده طابع لفت، بالتونسي كنا نعيطولو إصبابة الحلفة. زرنا الحفيدة كريستينا كاستانيير اللي هي اليوم على رأس المؤسسة مع أخواتها الأربعة باش تحكينا على سكسس ستوري متاع العائلة. تقول السيدة كريستينا تاريخ كاستانيير منذ سنوات 1927 إيف سالوران وغراس كيلي وسلفادور دالي وجون كينيدي وأخته كلهم كانوا أصحاب جدي، وكانوا يلبسوا النوع هذا من الصبابط في الكوت دازور. السيدة كريستينا أنها من موسم إلى آخر باش تكون عندها مجموعة متنوعة فيها من الأشكال الجميلة والمليئة بالحياة وبالألوان البهيجة، وتحاول من فترة الأخرى أنها تطور فيها. Bueno, en nuestra tradición y por lo que somos famosos o conocidos es por el verano, porque claro, fuimos los primeros en hacer una alpargata con cuña, ¿no? Pero luego, claro, fuimos evolucionando al ser una... pretendíamos ya no ser solo una marca de alpargatas, sino ser una marca de zapatos. Entonces incorporamos la colección de invierno y entonces, siguiendo a nuestro espíritu, nuestra filosofía, pues procuramos que los materiales que hacemos para la colección sean materiales nobles y siempre hacemos un guiño al verano, un guiño a nuestras señas de identidad como son el yute, las cintas. Siempre en nuestras colecciones de invierno hay algo de eso para que se nos pueda identificar. تشدد أكثر على الماركة، قرروا الأخوات الخمسة إنهم ينضم لهم إدموندو كاستيلو المصمم اللي يعيش في نيويورك أصيل بورتوريكو لستة مواسم باش يدخل على الماركة ستيل جديد وكلاسيكي. Aquí en nuestros catálogos lo pone, tenemos tiendas en España, ¿no? Que es en Barcelona, en Gerona, en Madrid, en Cadaqués, en la costa, en Francia, en París, sobre todo en París. Bueno, en España también tenemos en Valencia, en Mallorca, en Sevilla, en Grecia, en Japón, en Singapur, en Colombia, en Chile. Tenemos varias tiendas, pero sobre todo lo que tenemos es mucho multimarca que nos compra en Estados Unidos y en no sé, como en 50 países exportamos. في تونس هذا النوع عن البسوه كان في الصيف،
لكن لاحظنا انه دخلوا له برشا مواد اضافيه كيما الدان والفلوخ. هذه كانت اجابه السيده كريستينا. وعن التقليد تقول السيده كريستينا انه هي تتاسف جدا انه هذا النوع من الحذاء ولا يتقلد. La mía personalmente, a mí personalmente me da mucha rabia, la verdad, me da mucho coraje ver cómo te copian y cómo prostituyen casi, ¿no? La artesanía, cómo hay tan poca honestidad en copiar las cosas. Luego, según a quien preguntes, dirán, si no te copian no eres nadie, pero personalmente a mí me da rabia que me copien porque encuentro que te lo hacen en la China a cualquier precio cuando tú estás aquí en España trabajando duro y procurando hacer las cosas bien. No me gustan las copias. برشلونة زادة كانت منذ قديم الزمان مكان تقليدي للعطور. في الأحياء العتيقة هذه من المدينة القديمة ترعرع أكثر العائلات اللي اختصت في صناعة العطور. زرنا آخر العناقيد. العطر هو مستحضر من مواد طبيعية. يقوم العطار بمزج المواد هذه ببعضها لينتج العبير الفواح. فما عطور لازمها 7 سنوات تخمير معمولين من السادغ مثلاً. العطور تتكون من روائح مختلفة تتماشى مع كل الحواس، منها دهنية وسائلة، وكل عطر يتميز بنوتات رئيسية ومكونات وقاعدة للمكونات، من عطر الزعفران لخشب الصندل والباتشولي لأخشب الأرز والبنفسج والمسك والعود والعنبر. فما عطور فيها مكونات مالحة، وعطور فيها مكونات حلوة وبحرية، وعطور تجمع بين الحمضيات فيها الليمون والبرغموت والريحان إلى آخره. سألتوا عن الروائح، لي سونتور اي لي ميلانج، الأنجح عنده، وهذه كانت إجابته. Hay varios perfumes que tienen mucho éxito. Uno, hay un perfume que está elaborado con ruibarbos, hoja de tomate, oud y vetiver. Es una mezcla bastante extraña porque al principio cuando te lo pones parece que has arrancado una planta de tomate, pero luego la realidad es que cuando baja el tomate empieza a salir el oud y entonces es cuando realmente la gente se fascina con el perfume. Tarda más o menos 15 minutos en quedar como debe de quedar realmente. Nosotros siempre aconsejamos a la gente que se ponga el perfume y se va a tomar un café y luego vuelva, porque es cuando realmente está perfecto. سألتو زادا هل فما موضة متاع عطور؟ هل هو يتبع فعلا الموضة؟ خصوصاً إنه العطور ولات تمتاز بروائح تشبه لبعضها، متكونة من المسك والعنبر اللي ولا دارج برشا في المشرق، ولات تصنع فيه أغلب دور العطور العالمية، والكلها ولات تبع في بعضها. Yo soy muy reacio a seguir la moda porque de entrada, como hace 20 años fui el primero en que trajo estos los perfumes, ya no los quiero. Entonces, muchas marcas que ya están en muchos sitios no las quiero. Pero el Oud, por ejemplo, es verdad que hace como 10 años ya que salió y estamos un poco cansados ya del Oud. Entonces, lo que buscamos es un poco el Oud con algo más. O sea, no ya el Oud, que también tenemos, ¿no? Pero el Oud ya es un poco como otra vez Oud, ¿no? Entonces, queremos algo más. Y siempre buscamos fórmulas nuevas, ¿no? O perfumistas que hagan cosas con oud, pero que con diferentes cosas, como por ejemplo lo que te decía antes, el oud con los ruibarbos y la hoja de tomate, pues es bastante atípico, ¿no? سألتو زادا هل عنده زبائن يجيوه بالذمة اللي هو بصفة استثنائية ولا يهمهم انهم يمشيوا للماركات العالمية اكثر؟ Nosotros nos hemos dado cuenta que la gente viene a la tienda por la tienda. Da igual lo que tengamos. O sea, es decir, porque si hoy tenemos una firma y mañana tenemos otra, a la gente le da igual, porque la gente viene un poco a que le aconsejemos qué le podemos ofrecer. Entonces, claro, es un poco complicado, porque si es un cliente de aquí, pues ya más o menos lo puedes conocer y demás, pero si es un turista, claro, tienes que estar un rato hasta que aciertas, ¿no? El perfume que le puede ir bien. Pero bueno.
من أقدم الحمامات الموجودة في مدينة برشلونة، عنده طابع عريق وفي مكان عتيق يرجع لسنة 1884. من وقت اللي يتحل الباب تبدأ تشم في روائح تلامس الحواس، من القهوة للوز للعنبر للبرغموت للزبيب. هذه روائح اللي يستعملوها في أيري، لكن أهم فاكهة هي العنب. Va todo relacionado, pues eso, con ese querer transmitir paz y tranquilidad, ¿no? Entonces, la almendra son productos que están muy relacionados con nuestros aceites y, por tanto, con nuestros tratamientos. العنب من قديم الزمان تغرموا به الصينيون والهنود وتجد منقوش على جدران معابد الفينيقيين وقدماء المصريين والرومان. وأصحاب الحمام التقليدي هذا يروا أنه هو كنز في عالم الجمال والتجميل والاستجمال، وهو غني بمواد فيتامين B و C و E وبرشة معادن هامة أخرى وحمض استراتيريك اللي ينشط البشرة ويمنحها نعومة وإشراق ويحفزها على إنتاج الكولاجين. الفينو tiene unos beneficios o tiene múltiples beneficios para la piel. Obviamente es antienvejecedor. Obviamente es bueno, ayuda a la luminosidad de la piel, ayuda a la hidratación de la piel. A nosotros nos gusta mucho hablar de los polifenoles, ¿no? Que son quienes ayudan realmente a la piel. Además de eso, nosotros incluimos pues todo lo que ayuda después a la relajación del estómago. العنب مش نوع من الغلة اللي لذيذ المذاق كهو، هو من الفواكه اللي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتقوي المناعة ويساعد على تنقيط البشرة ونظارتها ويحافظ على مرونة البشرة وحمايتها من الترهلات ويعمل على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل فعال. العنب زادة يساعد على إزالة الجلد الميت ويحافظ على ملمس البشرة الخارجي. أما بذور العنب فهي تساعد على تقوية الأوعية الدموية. المساج هذايا يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف، والجلوس فيه يجدد خلايا البشرة ويحافظ على حيويتها. الحمام هذايا يحتوي على 100 لتر من العنب الأسود، ويتسمى في بعض البلدان بعنب الديب اللي يعمل على تنظيف البشرة وسد مسامها ويمنحها الحيوية والبريق اللازم. يحتوي سيرفيس هذا على مساج إنرجيتيك يجعل النقاط الحيوية في الجسم تتنفس بصورة أفضل وتنشط جزئيات الأكسجين داخل الخلايا وتطرد ثاني أكسيد الكربون بالضغط عليها. صيحة جديدة يرفعها الحمام التقليدي العتيق هذا للمحافظة على رونق البشرة وجمالها ومحاربة التجاعيد وتجديد الخلايا. صيحة ولت تحظى بإقبال كبير على خاطرها تنشط الأجهزة الحيوية في الجسم. الحلقة لليوم وفات، نتلاقاو جمعة الجاية. مريم الحسين تبوسكم نسكر.